قابلتي يعني رؤساء، يعني قابلتي كلهم عدا مبارك. طب احكي لي، يعني قابلتي عبد الناصر؟ عبد الناصر جاء يتكلم في الجامعة الأمريكية، والعميد طلب مني ان انا اطلع اقدمه على المسرح قبل التمثيل، قبل وانت لسه طالب. لا ده هنا لما بيديني نشان، بس هو جاي يلقي محاضرة في الجامعة الأمريكية ايام ما كنت طالبة، وطلعت اقدمه. بعدين جاء مرة تانية فقال للعميد انا عايز البنت اللي قدمتني اول مرة تقدمني المرة اللي وراها. كنتش ملاش لسه، ما فيش لا سينما ولا حاجه. فقدمته مرتين، وبعدين ثالث مره شفته كان لما اداني النشان ده. دولت بعد ايه ده؟ وبعدين قال لي انت شقيه يا بنت يا شقيه ولا حاجه كده. قلت له انا شقيه؟ ده انا غلبانه خالص. اعتقد يمكن عشان حكايه هل تعلم بتاعه اسرائيل. ومع الرئيس السادات قابلتيه برضو؟ طبعا السادات. كنت في الفيلا في الهرم، وكان سامي بنته لبنى، وكان معايا بقى طقم هندسي كبير. وبعدين بصيت له لقيته بيقول يا لبنى. قلت له ايوه يا فندم. قال لي لا انا بندق لبنى بنتي. وعلى فكره انا مسميها على اسمي، كان عجبني الاسم. رحت البيت الابيض وقابلته هناك، اتعزمنا في البيت الابيض وكان هو موجود، واحنا واقفين في الصف. فوقف بقى يتكلم معايا. ده تعزمت يعني الصف بقى تاخدي بالدور، كل واحد يسلم ويمشي. واقف جيمي كارتر ومراته وجيهان السادات وانور السادات، وكل واحد ياخد دور يسلم ويمشي. فانور لما شافني قاعد وقف يتكلم وعامل ايه لبنى، هما بيجمدوك وهنا انت ما بتكبريش ابدا، وبيدردش معايا. الناس بقى اللي واقفين هي مين دي؟ محدش عارف مين دي، ليه واقف معاها رسالة يحكي. لدرجة ان رئيس الدولة جيمي كارتر يقول هي مين دي؟ ده كنت معزومين هناك، كان في مناسبة يعني بيكرموا السادات. كان عشاء رسمي للسادات. وكنا من ضمن المصريين اللي اظن 4 أو 5 معزومين.